بالنسبة للمصروف ديال الرجل أو المرأة، شكون اللي كيعرف يصرف مزيان، هناك فئات ما نقدروش نحدو، على حسب كاين المرأة المبذرة وكاين الرجل المبذر. وأنا في نظري غالبا واحد 70% تقريبا كتكون المرأة، كتسير الشغل ديال البيت، كتعرف شنو تشري شنو غدير، وغالبا تيكون الرجل هو اللي جال زمام الأمور. بالنسبة مش غنقول لك ما نقدرش نعطيك واحد المعادلة إكزاكت، ولكن غالبا المرأة اللي كتشد المصروف، وهي اللي كتعرف تسير زمام الامور ديال البيت ديالها، وكشويه كتكون كما كنقولوا حنايا كتكون شاده، كتكون شويه كاشه بهذه اللغه العربيه يعني بالدارجه. وبعض الرجال كاينين اللي ما كيعرفش المراه شنو كيقبط ولا شنو شنو في الماندا ديالو، ولا كيصرف والسلام، كتعرف هي غير تدخل القفاط تدخل المصروف وصابره وحمد ربي. ولكن الموضوع باش ما نخرجوش نتوه على الموضوع، شكون اللي كيعرف يصرف الرجل ولا المراه، ولكن غالبا انا كنقول ماشي ضد الرجال حاشا، ولكن المراه اللي كتكون شويه عارف التجربه ديالي وعارفه بحق الزمان وحق الظروف وحق كذا وحق المعيشه، يعني شحال كتسوى هذه شحال كتسوى هذه، كتكون المراه ما كتكونش مبذره، لا سيما في الظروف الحاليه اللي كتكون شويه الامور كاين الغلاء كاين كذا كاين كذا، يعني راه شويه المراه اللي كتكون شويه شاده زمام الامور وكتكون صابره وكتصبر. هذا هو المعلومات اللي عندي في النظر ديالي انا. المراه اللي معطي لها هاد المسائل ديال الصرف في البيت، لانها اولا اقتصاديه، وبالنسبه للرجل، ما يعرفش يسير كالمراه في البيت، الكون انه هي اقتصاديه وتقدر مثلا تصرف في الشهر وتوفر، بالعكس ديال الراجل اللي ما يقدرش الميزانيه ديال الشهر يقدر ما يكملهاش في الشهر ديالو. بالنسبه ليا انا وجهه النظر ديالي الراجل، حيت الراجل هو اللي معطي ليه داك الدومين، اما المراه تقدر ما تكونش عندها واحد كيفاش غادي نقول لك، ما تقدرش تكون عندها واحد، ما تقدرش تواجه ولا تخاف ولا تكون كتحشم. بالنسبه لي انا الراجل هو اللي يقدر يواجه اي حاجه، المصروف الدار المشاكل اي حاجه، اما المراه يعني كيبقى المقر ديالها هو الدار، والراجل المقر ديالو هو الخدمه، هو يصرف ويدير كل شيء، يقدر يواجه بزاف د الحوايج، يعني ما يلقاش صعوبه. المراه تقدر تلقى صعوبه، المراه راه كانت حكيمه، راه هي اللي كتسير الامور، ولا كانت المراه ذو المستوى الراجل خاصو يقوم بالواجب. اذا كانوا بجوج بحال واش بحال ناقصا في العقل ولا في الامور، ما غاداش تكون هي هذيك، وكنصرف انا والمراه بجوجنا كتعاونوا واحد كيكمل واحد، ربما بعد الخطره انا ما كنكونش هو هذاك، المراه كتفيقك كتقول لك هذا الشيء راه ماشي هو هذاك وكذا. برا علاش؟ حيت هي كتعرف كيفاش تقتصد داك الشيء. كيفاش بحالاش؟ بحالاش؟ خصني نكون مرا. بالنسبه للسؤال اللي طرحتي عليا، قلتي لي شكون اللي تيعرف يصرف، واش المراه ولا الرجل؟ الرجل يعني تيخدم، والمراه هي اللي كتكون مسؤوله في الدار على الابناء ديالها وعلى يعني على الدار باكملها. انا بالنسبه لي المراه يعني باش غتخرج تقدا ولا شي حاجه، هي اللي غتعرف فين تحط الفلوس ديالها وغتعرف شنو خصها. بالنسبه للراجل ما غيكونش عارف يعني بحاله بحال المراه. ما تنساوش تابوناو لاشين بناسا ومشاركه الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.